حضراتكم سمعتوا طبعا الحمد لله ان في توجيه من فخامه رئيس الجمهوريه بافتتاح المتحف المصري الكبير، افتتاح على مرحله واحده نهائيه، مفيش افتتاح جزئي، هي مرحله واحده نهائيه ان شاء الله في 2020. اذا احنا ده ادانا مهله اكتر ان احنا نطول اثار تعنخ امون في متحف التحرير، ولكن تنفيذا اللي قلناه في وزاره الاثار من 15/11 الجاي يو تويا اللي هي موجوده في مكان مش ظاهر بالشكل الكافي اللي تستحقه هيكون موجود في احد الاجنحه الخاصه بتعنخ امون، وهنا في لجنه تنفيذيه علميه بتشرف عليه، دي اللي هي برئاسه دكتور حسن ودكتور محمد صالح واستاذ صباح والساده وكلاء المتحف.